عندنا اكتر من جهاز مستخدم في النتوركينج. جزء منها بينضم او اقدر اقسمه لجزئين، راوتينج اند سويتشينج. ومن اسمها هيبقى فيه راوترز وفيه سويتشز وفيه جزء خاص بالسيكوريتي اللي هي في الغالب هتبقى الفايرولز، مع اختلاف الفيندرز والفانكشناليتي لكل فايرول. اول ديفايس هتكلم عنه هو الهاب. الهاب هو من ضمن المين ديفايسز الموجودة في الشبكة، بربط بيه اكتر من بي سي مع بعض، ولكن بيختلف عن السويتش والراوتر في الفانكشناليتي بتاعته. ليه؟ لان السويتش والراوتر بيكونوا ادفانسد او انتليجنت اكتر منه. ليه؟ لانه هو في الغالب كهب معظم الاجهزه اللي عندنا في البيت اللي احنا بنقول عليها راوترز وسويتشز الموجوده في البيت دي كلها تعتبر هب، لانها مش بتقدر تدفرنشيت او تفرق ما بين السندر والريسيفر. ايفن ان انا بعت باكيت عليه على الهب دوت، الهب نفسه مش هيقدر ديفرنشيت الديستنيشن بتاعته رايحه فين. بمعنى انه لو انا عندي ديفايس هاب فيه 5 بورت، لو في سندر كونكتد على بورت منهم، الريسيفر هو مش هيقدر يفرق انهي بورت فيهم هيكون ديستنيشن للباكت المبعوثه، فبالتالي هيمرر البيانات على كل الانترفيسز الموجوده. طبعا بما انه مش انتليجنت فبالتالي التكلفة بتاعته هتكون اقل من الادفانسد سويتشز وراوترز، وهو من الاجهزة المستخدمة زيه زي اي سويتش عادي في الربط في اللوكال اريا نتورك. دايما بيسموا الهاب ان هو بيعمل حاجة اسمها بروكاستينج، ان هو بياخد الداتا من السندر وبيعملها بروكاستينج او ببعتها على كل الانترفيسز، طبعا ما عدا الانترفيس اللي جاية منه الباكت. بعكس السويتش، السويتش ادفانسد اكتر ان هو بيقدر يديفرينشيت مين السورس ومين الديستنيشن. طبعا الهاب مش هيبقى فانكشنال في حالة الاتاكس، مش هقدر احدد او اعرف الاتاكس او الاتاكر ده موجود فين وعلى انهي بورت. بعكس السويتش اقدر يديفرينشيت القصة دي، لو في باكت مبعوتة من يوزر او سندر مبعوتة للريسيفر هتبقى ديستنت فروم بورت تو بورت، مش هيتعمل لها بروكاستنج زي اللي حصل في حالة السويتشز. كمان بقدر ان انا اعمل راوتينج، بعمل اكسس ليست على السويتش، ما اقدرش اعمل القصه دي على الهابس، مش كل الهابس بتعمل القصه دي. الهاب هو جهاز بنربط بيه مجموعه من الاجهزه، في الغالب بيحتوي من 4 ل 8 بورتات. البورتس بستخدمها لتوصيل الاجهزه، وبعدها بستخدمها كستيب بوصل بيها للشبكه. الفانكشناليتي بتاعته بتكون اشبه لتقسيمة السويتش. مميزات الهاب ان هو بيأكت از ريبيتر، فبالتالي بقدر ان انا انكريز بي المسافة اللي بيغطيها اللي بتغطيها الشبكة. السويتشز ممكن البورتات بتاعتها تكون ايزر ايثرنت او فايبر. الايثرنت هي نفس الكابلات اللي احنا متعودين عليها والبورتات اللي احنا دايما بنشوفها في السويتشز الموجوده في البيت او في الهابز الموجوده في البيت، ولكن ادفانسد سويتشز هي توصل اليوزرز وكل حاجه، ولكن الانترفيسز بتاعتها ممكن تكون ايثرنت او فايبر. البورتات الايثرنت هي اللي انا هستخدمها عشان اتواصل مع اليوزرز او البي سيز الخاصه باليوزرز، لان معظم البي سيز مش بتدعم الفايبر كانترفيس كاوتبوت انترفيس. الفايبر سويتشز او الفايبر انترفيسز الموجوده في السويتشز هستخدمها كابلينكس ما بين السويتشز وبعضها، بحيث اني لو عندي تو سويتشز هيبقى زي مثلا البورتس الموجوده في السويتش بتتراوح ما بين 30 ل 50 بورت. السويتشز دي او ال 50 بورت دي هيكون منهم 48 بورت ان كيس ان هم 50، او 28 ان كيس ان هم 30. 28 او 48 هيكونوا ايثرنت بورتس بستخدمها في التوصيل مع اليوزرز، واثنين واحيانا العدد بيكون من 2 لـ4 بورتس بيكونوا فايبر. ليه انا بستخدمهم في الابلينك او الربط ما بين السويتشات بيكون فايبر؟ لانه في الغالب انا بحتاج ان اعلى بورت، اعلى سرعه للبورتس الموجوده هي دي اللي انا بستخدمها في نقل كل الداتا الموجوده او الخاصه باليوزرز على كابل واحد، فبالتالي بحتاج اعلى سرعه. بما ان
ماكسيمم سبيد اللي بدعمها الايثرنت بورتس بتكون تقريبا ماكسيمم 100 ميجا بت بير سكند، هيكون الفايبر بتراوح ما بين 10 ما بين 1 جيجا ل 10 جيجا بت بير سكند. فبالتالي الربط ما بين السويتشز بيكون عن طريق فايبر بورتس، واحيانا بعمل اكستند للسويتشز الموجوده. لو انا عندي مثلا 100 يوزرز وعندي البورتس الموجوده في السويتش سي 48، فانا محتاجه اغطي عدد اليوزرز دي، فبالتالي بعمل ابلينك ما بين السويتشز وبعضها عن طريق ايزر فايبر او ايثرنت بورتس. الديفايس الثالث اللي هنتكلم عنه هو الراوتر، وهو بيستخدم لربط different networks، شبكات مختلفة عن بعضها. ودي الميزة اللي بتفرق الراوترز والسويتشز عن الهب، ان الهب بيوصل كل الديفايسز الموجودة على الهب او كل الديفايسز الكونكتد على الهب، اليوزرز كلهم بيبقوا في شبكة واحدة او local area network واحدة. even ان انا محتاجة افرق شبكة عن شبكة او network عن network، اقدر اعمل ده في السويتش، لكن ما اقدرش اعمل ده في الراوتر، بحيث ان انا اقدر اكريت option أو اسمه VLAN أو Virtual Local Area Network. هنتكلم عن الoption ده بالتفصيل بعد شوي. الراوتر بقدر ان انا differentiate بيه القصة دي، بروت ما بين different networks الموجودة على السويتشز عن طريق الراوتر. وهتكلم ان شاء الله عن different routing protocols اللي بيدعمها الراوتر. routing protocols اللي هتكلم عليها هتكون either static أو dynamic، وهعرف الفرق ما بينه. الديفرنس اللي انا قلت عليه ما بين السويتشز والراوترز، قلت ان هي بتكونكت ديفرنت لوكال اريا نتوركس او ديفرنت لانز، بعكس الهب ان كل اليوزرز الموجوده عليه بتبقى في لان واحد. ايه هو الكونسبت لان؟ معناها ايه لان؟ ما هي الا نتورك بتكونكت ديفايسز، بحيث انه ديفايسز الكونكتد على البي سيز اللي كونكتد على الديفايس ده هتبقى أخدة نفس الـ IP addresses أو في لان واحدة. الـ subnetting أو الـ networking، تقسيمة الـ IP-هات هنتعرف عليها بالتفصيل في lecture الجاية، بس خلينا نقول إنه اللان هو محصلة تكوين devices أو group of devices بتكون connected مع بعض. الـ differentiation في حالة الـ hub بيفرق ما بين الأجهزة وبعضها عن طريق الـ MAC address، بدليل أنا قلت إن هو بعمل broadcasting devices. الرسمة دي بتوضح ايه معنى الابلينك، ان انا اربط او اعمل extend للسويتش بسويتش تاني، ايزر ان الابلينك ده ممكن ان هو يكون فايبر او ايثرنت. فدي عندنا مجموعة devices، جروب الاول من devices connected على سويتش A وجروب التاني connected على سويتش B، والاثنين مع بعض ما بينهم uplink. يعني انا الرسمه اللي برسمها دلوقتي دي هي بتريبريزنت السويتش اللي هي لاب اورنج، والتاني بيكونكت السويتش التاني. ايفن ان هما كونكتد على تو ديفرنت سويتشز، الا ان هما كلهم في لان واحده، لان انا عملت اكستند لللان او لللان على سويتش 1 وسويتش 2، والاثنين ما بينهم uplink. الكونسبت اللي هتكلم عنه بعد كده هو DHCP. DHCP دايما احنا بنتعامل معاه على اساس ان هو موجود كoption في الراوترز الموجودة في البيت، ولكن DHCP في الانفيرومنتس الكبيرة في الكمبانيز الكبيرة بيكون dedicated DHCP server او server جهاز، ولكن dedicated مخصص ان هو يعمل functionality دي. زي السلايد الموجودة قدامي، فانا DHCP مسؤولياته او الفانكشناليتي بتاعته ان هو يدي البي سيز اي بي ادرسز. الادرسز دي ممكن هي تكون assigned في اي لين depend على السويتش اللي كونكتد عليه الديفايس ده. even ان هو كونكتد مثلا على سويتش بيوزع في لين سي 192، فالاي بي ادرس اللي هياخده السويتش او الاي بي ده هيكون البي سي ده هيكون في نفس اللين. الاوبشن بتاع DHCP اقدر ان انا اديته في الاي بي ادريسنج الموجوده في البي سي، ان انا بعمل اساين ستاتيك، عايز ان انا بعمل اساين ستاتيك للاي بي ادريس والسبنت ماسك والجيت واي. وفي الاوبشن اللي بعده تحت بلاحظ ان انا عندي اوبشن ان انا اديت مانيوالي الدي اتش سي بي سيرفر. ممكن انا استعيد عن القصه دي بان انا اعمل اوتوماتيك، بحيث انه لو الديفايسز عندي في
company connected على DNS أو domain. ال DHCP ده بيكون في الحالة دي dynamic وبتassign ال IP dynamically للPCs. كل PC طبعا بيتبند على ال switch اللي هو connected عليه وعلى ال VLAN اللي هو connected عليه. طبعا ال DHCP كمان مسؤوليته ان هو يمنع الدوبليكيشن, بحيث ان انا لو عندي 2 PCs ممنوع ان هو يدي 2 PCs نفس ال IP address, وإلا هيحصل conflict. ان كيس ان حصل conflict, عشان امنع الكونفليكت ده ان هو يحصل من البداية, فبالتالي بربط الماك ادرس بالاي بي, لان كل بي سي ليه يونيك اي بي ادرس, يونيك ماك ادرس, فبالتالي بربط الدي اتش سي بي عندي ريكورد بربط فيه الماك ادرس بالاي بي, بحيث انه يمنع الكونفليكت, وبالتالي اضمن ان انا لو عندي اي تو بي سيز ممنوع ان هم يحصلوا على نفس الاي بي ادرس. وبالتالي استعدت عن ان انا احط الاي بي مانيوالي بايدي, بان انا عملتها اوتوماتيك, وده اللي بيحققه الدي اتش سي بي. طبعا الكونكشن بتتم ما بين البي سي والدي اتش سي بي, بتتم في كل مره بيحصل فيها ديسكونكشن. ليه؟ لانه في وقت ما اليوزر هيديسكونكت عن النتورك, فبالتالي لو انا مثلا عامله رينيوال ده وزن 30 يوم, من حق دي اتش سي بي سيرفر ان هو ياخد الاي بي ده يديه اليوزر تاني, لانه بعد ال 30 يوم الرابطه اللي بتحصل ما بين الماك ادرس والاي بي ادرس بتتفك, لان انا عامله البوليسي دي. لو انا عايزه اعرف ايه الاي بي بتاع دي اتش سي بي سيرفر, اقدر ان انا اعرف القصه دي باني اعمل ران كوماند في سي ام دي او في شاشه التيرمينال اسمه اي بي كونفيج سلاش اول. ip config/all مش بس هيديني الاي بي ادرس بتاعي ولا الجيت واي بتاعتي, ده كمان هيديني دي اتش سي بي والدي ان اس سيرفر اللي موجودين وزن النتورك. اللي هتكلم عنه بعد كده هو الفي لان او الفيرتشوال لوكال اريا نتورك. قلنا انه از سويتش بيقدر ان هو يقسم اليوزرز كونكتد يوزرز مجموعه من ديفرنت لوكال اريا, بعكس الهب ان الهب بيكونسيدر ان كل الكونكتد ديفايسز معاه موجودين في لان واحدة, وبالتالي ان هو لما بيجي يوزع الباكت بيوزعها على كل البورس, بيعمل كونسبت اتكلمنا عنه اسمه البروكاست. فبالتالي انا مش هقدر ادفرنشيت او ان انا اقسم اليوزرز المجموعة من الديفرنت لينز غير باستخدام. هنا زي ما الجراف بيوضح انه السويتش قدر يدفرنشيت ان هو يقسم كل يوزر او كل جروب في يوزرز, بقدر ان انا اقسمهم بينتموا للوكال اريا نتورك واحده او لان واحده. طبعا القصه دي بقدر اعملها عن طريق يا اما السي ال اي التيرمينال او عن طريق الجي او اي, ان انا بقسم السويتش المجموعه من الفيلانز. بقدر ان انا اروت ما بين الفيلانز وبعضها عن طريق الديفايس الموجود فوق وهو الراوتر. طبعا الديفايس اللي في النص اللي هو متقسم لمجموعه من الفيلانز ده بيريبريزنت السويتش, وبقدر ان انا احدد الباكت هل هي تقدر تخرج ما بين الفيلان الاولى وهتكوميونيكيت ما بين الفيلان الثانيه او لا. كل ده اللي انا بقدر اعمله عن طريق حاجه كونسبت اسمه الاكسس ليست او عن طريق الروت. وقلنا ان انا هتكلم عن كونسبت الراوتينج, انه الراوتينج بروتوكولز ممكن هي تبقى ستاتيك او دايناميك, ولكن انا هنا بشرح كاوفرول الباكت الديستنيشن بتاعها فين والسورس بتاعها فين والباكت باس. خلينا نشوف الباكت باس كده بيتحرك ما بين الفيلانز ازاي. لو هيتحرك ما بين ديفرنت فيلانز يبقى لازم اروته عن طريق الراوتر, لكن وزن ذا سيم فيلان اقدر ان انا اعمله بس وزن السويتش الواحد, واقدر ان انا اخد انترفيس كانت اسايند لفيلان تانية واعمل له اكستند للفيلان الاول. وطبعا لو عندي اكتر من سويتش اقدر ان انا كريت نفس الفيلان على اكتر من سويتش, بحيث انه جروب فيوزرز كونكتد على سويتش رقم واحد مع جروب فيوزرز كونكتد على سويتش رقم اتنين, والاتنين مع بعض كونكتد على نفس الراوتر بقدر اعتبرهم في نفس الفيلان. كل ده بقدر اعمله عن طريق راوتينج كونسبتس, واللي انا هتكلم عنها بالتفصيل بعدين. ده مثلا بيريبريزنت سويتش بالانترفيسز بتاعته, بتوضحه بالتفصيل انه كل سويتش فيهم, كل سويتش بمجموعه من الانترفيسز. هنا عندي الانترفيس دي اللي هي الكالرد, الانترفيس اللي هي كالرد ويز ريد دي بتريبريزنت لين واحده مع جروب اوف يوزرز بيكونكتوا مع بعض وبيقدروا انتراكت مع بعض عادي, ودي ما بتحتاجش مني اي انترفينشن على الكونفيجريشن بتاع السويتش, اكسبت ان انا هكاريت الفي لان على الانترفيسز دي.
نفس الكلام على الفيلان التانية، هقصين الثلاثة بوردز دول اللي هما ريبريزنتد على الأحمر والأزرق كمان، كل واحد فيهم بيبريزنت لان معينة. كل ده بيتم بالكونفيجريشن. السلايد اللي بعدها اللي بتريبريزنت ان انا باكستند الرسمة بتاعتي بحيث ان مش هيبقى عندي سويتش واحد، هيبقى عندي اكتر من سويتش واكتر من راوتر. دي بتبقى الانفيرومنت الكبيرة ان انا بحتاج ان انا اعملها ديزاين، ويبقى في كورس سبيسيفيك للجزء ده انا اتكلمت عنه قبل كده، ان انا بحتاج اديزاين الشبكه بحيث ان انا احصل على الاوبتيمم بيرفورمانس عندي. الكونسبت اللي هتكلم عنه اسمه البروكسي سيرفر. ايه هو البروكسي سيرفر؟ زي مش اشبه بالدي اتش سي بي كسيرفر، ولكن الفانكشناليتي بتاعته مختلفة. ان انا عندي لان واحد او لان اي ولان بي، مجموعة من الديفايسز بتكونكت مع لان والديفايسز التانية بتكونكت مع لان مختلفة، الاتنين عايزين ينتراكتوا مع الانترنت. على افتراض ان انا عندي بابليك اي بي واحد والاتنين هينتراكتوا ثرو البابليك اي بي ده، فبالتالي البروكسي سيرفر مطلوب منه ان هو يروت التو باكيتس دول اللي جايه من تو ديفرنت لوكال اريا، وهيتروتوا او هيتراكتوا مع الانترنت ثرو وان اي بي ادرس. فالبروكسي سيرفر هياخد الفريمز من التو ديفرنت لوكال اريا نتوركس وهيعمل اوبشن اسمه نات. طبعا في اوبشنز ثانيه نات بات و و و، ولكن انا هتكلم دلوقتي على فانكشناليتي واحده بس من الفانكشنز الموجوده في البروكسي سيرفر وهي النات. ان انا عندي بيعمل ناتينج، بيعمل ترانسليشن للانترفيس للباكيتس اللي جايه لي من التو ديفرنت يوزرز. طبعا هم مش بيكونوا اتنين بس، بيكونوا اكتر من جروب اوف يوزرز. هيعمل الاوبشن بتاع النات. طبعا البروكسي في فانكشنز ثانيه ان هو بيأكت از فاير وول، ان هو بلوك سايز، بيبلوك يوزرز معينه انا مش مسموح لها ان هي انتراكت فروم الانسايد، لانه البروكسي سيرفر بيكون عندي تو سايدز، السايد الخاصه بالوان والسايد الخاصه باللان. الوان اللي هي بتريبريزنت السايد الخاصه بالانترنت، واللان اللي هي السايد الخاصه بالانفايرمنت اللي انا موجوده فيها. وممكن ما اقولش عليها لان بسميها الانسايد بحيث ان هي انسايد الانفايرمنت، بريبريزنتها عن طريق السيركل الاخضر دي بتريبريزنت الانفايرمنت بتاعتي، والثانيه بتريبريزنت الانترنت او الانترانت، وبيكون ما بينهم البروكسي سيرفر اللي هو بيأكت as a firewall في الحالة دي. واحنا قلنا ان هو functionality بتاعته ان هو مش بيأكت بس as a firewall، لا ده بيأكت as a network address translation server ما بين اي باكت جاية من اي user من LAN لأي website زي مثلا الفيسبوك. فانا مثلا هسمح لUser معين هو ينتراكت مع فيسبوك، ويوزر تاني جوه LAN هو مش هينتراكت، بحيث ان انا بعمل حاجة اسمها البوليسي. طبعا في advanced devices هنتكلم عنها في الاوبشن اللي هو الخاص او في السكشن الخاص بالسيكوريتي، ان انا البروكسي سيرفر مش بس بستخدمه في القصه دي، لا انا بستخدم فاير وولز بحيث ان انا اكستند او ما اعملش العبء كله او الحمل كله على البروكسي ان هو يعمل اكت از فاير وول. لا انا عندي advanced servers بحيث ان لو في اتاكر، سواء الاتاكر ده كان موجود انسايد اللين او اوتسايد، ان هو ما يقدرش ان هو يبنتريت ويعمل بنتريشن على البروكسي. فبالتالي بستخدم اكتر من لاير من الفاير وول وادفانسد هتكلم عنها، زي البالو التو، زي الفورتينت، زي الجينيبر. كل الفاير وولز دي كل فانكشناليتي منهم مختلفة عن التانية، بحيث ان هما انتجريتوا مع بعض ويدوني اعلى مستوى ممكن من الحماية. كمان سمعنا عنه اسمه الفي بي ان، او ابريفييتد فور فيرتشوال برايفت نتورك. الفي بي ان او الفيرتشوال برايفت نتورك ان انا بستخدمها از هيدن نتورك، ان انا بقدر اكيد كلنا جربناها، ان انا مثلا عايزه اطلع باي بي، اي بي ده مثلا سي في امريكا، فالاي بي هات المخصصه المتاحه عندي، تقسيمه الاي بي هات بتبقى مقسمه بين الدول، فبالتالي بستخدم هيدن اي بي لحاجه تانية. ده هو الكونسبت بتاع النت. ولكن الطبيعي بتاعه ان انا بعمل ترانسليشن، او المفهوم بتاعه ان انا بعمل ترانسليشن الاي بي لاي بي تاني. الاي بي ده ممكن يكون from private اي بي to public اي بي على حسب السيرفيس بروفايدر عطي لي. لو هنتكلم عن النات، فانا عندي اكتر من تايب من النات، في ستاتيك نات، في دايناميك نات، في بورت ادرس ترانسليشن،
فعلى حسب اليوزر بتاعي او السورس بتاعي محتاج انهي نوع من النت، فبالتالي انا بسمح بسمح للنتورك ادمن او نتورك ادمنستريتورز المسؤول عن القصه دي ان هو يعمل النت اللي هو عايزه. المتاح او السيرفيس بروفايدر او الانترنت سيرفيس بروفايدر امثله عليها زي وي زي اورنج زي فودافون، هي اللي بتدي للكمبانيز زي دي بي اي او دميتا بورت اوثوريتي مجموعه من الببليك اي بيز. ان الببليك اي بيز دي انا بستخدمها عشان ابلش السيرفرز، وعشان ابلش السيرفرز دي لازم كل سيرفر لازم يكون ليه ديديكيتد اي بي ادرس خاص بيه، واحيانا مش ببلش الاي بي بس از جنرال، لا بعمله ببليكيشن بير بورت. تمام. وليكن مثلا عندي 3 سيرفرز زي الرسمة، عندي ويب سيرفر، عندي اف تي بي سيرفر، عندي ميل سيرفر. كل سيرفر من السيرفرز دي بتستخدم سيرفيس معينة، فبالتالي البوبليكيشنز لكل سيرفر فيهم تحتاج بورت معين. فبالتالي انا ممكن انا اعمل 3 بابليك اي بيز، فبالتالي 3 بابليك اي بيز كل واحد فيهم من السيرفرز ليه بابليك اي بي، ولكن اعمل افتح بورت معين. انا بعمل القصة دي ليه؟ عشان احميه من اي اتاكس، لان ممكن كسيكوريتي وايز ان الاتاكر يجي سواء من الانترنت سايد او الوين سايد ان هو يعمل اتاك على سيرفيس. طب ليه؟ طب ما انا احمي نفسي وانا افتح البورت معين او السيرفيس بس اللي السيرفر ده بيحتاجها، وبالتالي اقفل باقي السيرفيسز. ده ببساطة ده الشكل العملي اللي انا بستخدمه عشان اعمل configuration للسويتش. كل الديفايسز اللي انا بحتاجها، بحتاج لابتوب، بحتاج console port، بحتاج serial port، بحتاج serial connection، بحتاج السويتشز. طريقة الانستليشن او طريقة الدخول على السويتشز هتتم كالتالي زي الفيديو بالظبط. ان انا باخد الكونسول كونكشن دي، لو انا ما فيش عندي في اللابتوب اللي بيدعم الكونسول كونكشن ساعتها بحتاج كونفرتر ان انا بحول الكونسول بورت ليو اس بي بورت. فبالتالي لو في اي جهاز او بي سي انت تبتدي تعمل الفيرست تايم يوزج ان انت تكونفيجر القصه دي، لو ما عندكش الكونسول بورت تروح لاي محل هتلاقي موجود عنده الكونفرتر ده. طبعا طالما كونسول بورت فهشوف التعريفات المتاحه للكونسول بورت دوت على حسب الويندوز الموجود عندي وابتدي انزلها. فزي ما انتم شايفين عندي بي سي، عندي اليو اس بي تو كونسول او يو اس بي تو سيريال، هيبتدي يوصل علشان يبتدي يدخل على السيرفر. هنشوف هيوصل فين ازاي. هنا عندي اللابتوب بيسبورت يو اس بي بس، اليو تي بي كونكشن دي مش هتتوصل في اللابتوب عشان بس ما يحصلش لخبطه. لا انا عندي هنا الكونسول الخاص بالسويتش هيبقى فيه جزء ميل وفي ميل اللي هو بيكونفرت فروم يو اس بي تو كونسول، فهو وصل الاثنين ببعض، ولكن الجزء اللي هو الايثرنت او اليو تي بي دوت هيتوصل فيه الكونسول الخاص بالسويتش، واليو اس بي هيوصل على اللابتوب زي ما هو شايف. فحصل بس كونفرشن في النص ما بين الكونسول والكونفرتر اللي انا بقول لكم عليه اللي هو بيحول الكونسول ل يو اس بي عشان اقدر ادخله على السويتش. هدور انا بقى على السويتش اشوف فين الكونسول بورت، دي كلها كونسول بورت وهتبقى مكتوب عليها خط واضح كده ان دي الكونسول بورت الموجوده على السويتش. ما جيش بالغلط، واحيانا بتحصل ان انا باخد الكونسول بورت بوصلها في بورت عادي. لو تلاحظوا زي ما واضح هنا في الفيديو ان الكونسول بورت بيشبه الى حد ما البورتات العاديه اللي هي بوصل فيها اليوزرز، واحسن احيانا بتحصل بالغلط انه الادمنستريتور بيوصل الكابل بتاعه في البورتات دي، فده مش هينفع، لازم اوصله في البورت الديديكيتد اللي هو الكونسول بورت.
اكيد بعد الخطوه دي هحتاج ان انا انزل الدرايفرز، ومش بس هحتاج ان انزل درايفرز، هحتاج ان انا انزل البرامج اللي انا بستخدمها عشان ادخل اعمل كوماند لاينز على السويتشز او الراوترز او ايا كان وات ايفر الديفايس اللي انا بعمله. من ضمن البرامج اللي انا بستخدمها في برامج كتير زي سيكيور سي ار تي، ودي اشهرهم، بحتاج البوتي طبعا في الفيرست تايم كونفيجر للسويتش، بيبقى طبعا ديفولت واليوزر نيم والباسورد ديفولت، فدي لازم اغيرهم عند اول استخدام كسيكيورتي وايز. طبعا هنشوف دلوقتي هو هيدخل ازاي. اول حاجه بفتح شاشه التيرمينال، ببنج على الديفولت اي بي اللي انا اول ما باجي افتح السويتش بيبقى عليه ديفولت اي بي، بيبقى موجود في المانيوال بتاعه. هبنج على الاي بي ده، هشوف قال انا كده وصل صح ولا لا. تمام، انا كده وانس اللي انا وصلت لقيت نفسي دخلت على طول على التيرمينال الخاص بالسويتش، لان انا وصل السيريال كونكشن. يبقى انا محتاجه ابنج وقتها، لازم اوصل يو تي بي كونكشن، فروم يو تي بي تو يو تي بي، ان انا بحط نفسي في نفس اللان اللي موجوده على السويتش، وهوصل نفسي دايركت كيبل على السويتش وابنج عليه. لكن انا دلوقتي مش واصله يو تي بي، لا انا واصله كونسول، فبالتالي كونسول هدخل دايركت على التيرمينال. لو مفيش يوزر نيم وباسورد باي ديفولت هدخل دايركت على شاشه التيرمينال، وده اللي هو عمله. والمفروض ان الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله ان انا هشرح الكوماندز اللي انا بستخدمها على التيرمينال دي ايه ووظيفتها ايه، وكل الكوماندز اللي هتتشرح هتحقق الكونسبت اللي احنا اتعلمناها في الوقت اللي فات او في الدقائق اللي فاتت، زي الفيلان، زي اي كونسبت اتعلمناها. ادخل على انترفيس معين، وليكن الانترفيس نيم فاست ايثرنت 0/0، بيدي اي بي ادرس بحيث ان انا وصلت في المرحله الجايه على السويتش ده يو تي بي، اقدر ابنج على الاي بي ادرس ده اللي هو 192.168.149 whatever هو ايه. هدخل على الكونفيجر مود، وبالتالي هعمل اي كونفيجريشنز انا عايزاها. انا في الكوماند دوت بيدي البريفليج، فبالتالي بيدي الصلاحيات للادمن. انا عندي الصلاحيات تكون من 1 لـ 15، فبالتالي طالما هو ادى البريفليج مود 15، فبالتالي ادى للادمن اللي هو اوريدي دايركت كونكتد على السويتش ده او اللي هيدخل بالبي ان هو ليه كامل الصلاحيات. هنا هيبتدي يوصل بالتي اف تي بي سيرفر عشان لو في كونفيجريشنز فايل محتاجه تتنقل، محتاجه ان انا اعمل لها او اس جديده زي وزي اي بي سي، محتاج ان انا انزله اوبريتنج سيستم ان كيس ان هو حصل فيلير لي. هنا بيبتدي يعمل بيفتح السيرفيسز زي الاتش تي تي بي عشان لو انا محتاجه ادخل اعمل كونفيجر للسويتش ده، بدل ما ادخل اعمله بالاس اس اتش او التلنت هدخل اعمله بالاتش تي تي بي، فبالتالي لازم اعمل انيبل للي، والا لو ما عملتش الكوماند ده مش هقدر افتح شاشه الجي او اي، لان بعضنا بيفضل ان هو يعمل كونفيجريشن للسويتش باستخدام الجي او اي وليس بالاتش تي تي بي. فالكوماند ده اللي هو قدامي اي بي اتش تي تي بي اوثنتيكيشن، او الكوماند اللي بفتح بيه ال اتش تي تي بي عشان اقدر ادخل اعمل كونفيجريشن للسويتش او الراوتر او واتيفر هو ايه. هنا نفس الكلام عمله بس باستخدام ترانسبورت انبوت اس اس اتش وتلنت، عمل ايبولينج للتلنت والاس اس اتش. طبعا بعد اي كوماند لازم اعملها لازم اعمل سيف للكوماندز دي، بحيث ان انا لو حصل ريبوت للسويتش او الراوتر لو ما عملتش سيف الكوماندز اللي انا عملتها دي مش هتكون متسيفة بالمرة. صورة توضيحية اوضح لازاي ان انا بعمل الكونفيجريشن هتكون في في الفيديو ده، خلينا نتابع. لو مثلا حصل وان انا بعمل بكونكت على السويتش وفوجئت ان انا لو واصله مثلا يو تي بي، لازم اكون موجوده وزن نفس الفيلان اللي انا حطيتها على السويتش. لما لو تلاحظوا ان انا عملت دلوقتي انترفيس فاست ايثرنت 0/0 وحطيته فيلان معينه، لو انا كيوزر حاطه ستاتيك اي بي على الانترفيس اللي انا واصله بيها، يعني انا دلوقتي موجوده في ديفرنت فيلان، فبالتالي مش هقدر اعمل بينج عليه، فلازم اشوف الفيلان اللي موجوده على السويتش واحط نفسي ستاتيك بايدي مانيوالي على نفس الفيلان. فهنا هو دخل حط بايده مانيوالي الاي بي ادريسز اللي المفروض ان انا اكون حاطه نفسي فيلان، وليكن مثلا انا السويتش بتاعي موجود في 192.168.1/10،
لازم انا اكون موجوده في نفس الفيلا، انا احط نفسي 192 168 1 5 مثلا. فبالتالي انا كسورس يبقى الجيت واي بتاعتي في الحاله دي هي 1.10 اللي هي السويتش، فحطها بحيث ان انا اقدر ادخل، اللي هي الطريقه الثانيه ان انا ادخل اعمل كونفيجريشن للسويتش عن طريق مثلا الاتش تي بي او عن طريق التلنت. ولكن انا مش هقدر اعمل القصه دي غير لما افتح الكومنز اللي انا عملتها، ان انا اعمل اتش تي بي او تلنت او اس اس اتش، لان اول طريقه انا دخلت بيها كانت الكونسول. هنا لما عملنا اي بي اتش تي بي انيبل قدرت ان انا ادخل على شاشه الجي يو اي واقدر اعمل كونفيجر للسويتش. طبعا اليوزر نيم والباسورد طالما انا ما حطيتهاش اقدر اعملها ديفولت، واقدر ان انا اغيرها كمان بحيث ان هي سكيورتي وايز، فانا هيدخل هيعمل لوجن لليوزر نيم والباسورد الخاص بالسويتش بحيث ان انا اقدر اعمل اي كوماند انا محتاجه. طبعا مش شاشه الجي اي مش بتدعم كل الكوماندز، فبالتالي في حاجات انا محتاجه اعملها سي ان اي. طالما عمل سيف كاني عملت سيف بالظبط في السي ال اي. لو انا عملت اي تشينج، نفس الكلام اللي انا قلته في شاشه الترم الكونسول، لو انا عملت اي تشينج هنا في الجي اي وعملتش سيف يبقى ولا كاني عملت اي تشينج، كل التشينج اللي انا عملتها هتروح في اي في اقرب ريبوت هيحصل للسويتش. ولكن لو انا عملت سيف هتتسيف بحيث ان انا عملت ريبوت اي تشينج انا عملته على السويتش هيفضل موجود. تمام. طبعا الاوبشن ريسيت موجود، ان انا لو نسيت في وقت ما اليوزر نيم والباسورد اللي انا عملتها على السويتش او نسيت اي كونفيجريشن خاصه على السويتش بقدر ان انا اعمل ريسيت. تمام. فبالتالي اي اوبشنز موجوده هنا بتكون مثيله للي بتحصل في حاله الترمينال. بدخل في شاشه التيرمينال بقدر ان انا اعمل اساينمنت للانترفيسز لفيلان ومجموعه انترفيسز ثانيه فيلان. فانا هنا اقدر اعملها ببساطه جدا عن طريق الجي اي، ان انا اخد الانترفيس واعمله في الفيلان، بشرط ان انا طبعا اكون في البدايه مكريت الفيلان. الكرييشن بتاع الفيلان ده بابسط طريقه سواء في الجي اي او في السي ال اي، ان انا بكريت الفيلان. تمام. وبالتالي بعمل اساينمنت للانترفيسز بيها. فهنا بيوضح ازاي نعمل assignment للانترفيسز، اقدر اعمل enable او disable للانترفيس دي بحيث انه ما اسمحش لاي يوزر يجي كونكت على السويتش وبالتالي يكون في الفيلان، فانا اقدر اعملها disable. كمان اقدر dedicate الماك addresses اللي connected، فبالتالي اربط الاي بي بالماك بحيث برضو ان انا امنع الهاكينج. في options كتيرة اقدر ان انا اعملها. الرسمة دي بتوضح ايه هو الفرق ما بين الاكسس لير والديستريبيوشن والكروس لير. طبعا هي دي ببساطة السكيمة الموجودة عندي هنا في الدي بي اي او داميتا بورت اثوريتي، ان انا عندي اكتر من لير. التو ليرز اللي هما اللي تحت اللي هما الاكسس لير والديستريبيوشن لير. طبعا الاكسس لير او الادج لير بتكون مجموعة من السويتشز بتاكت في الغالب في لير 2. لو انا محتاجه اروت ما بين السويتشز دي وبعضها بستخدم طبعا لاير 3 سويتشز اللي هي بيكون في الغالب الديستريبيوشن لاير. الديستريبيوشنز اللي موجوده عندي هنا عباره عن 6 ديستريبيوشنز. طبعا كل ديستريبيوشن سويتش فيهم بيكون دوبليكيشن بحيث لو حصل فيلير لاي ديستريبيوشن سويتش او جسي منهم بيكون التاني موجود. الكونكتشن ما بينهم بيكون عباره عن باستخدام الاي ار اف، والكور هو طبعا المين كونكشن او المين كونكتيفيتي بتاع اللاير دي. دي رسمة أوضح بتوضح الكونكشن ما بين الكور والديستريبيوشن والأكسس لايرز. طبعا اليوزرز بيكونوا كونكتد بطبيعة الحال على الأكسس لاير. طبعا الكونكشن ما بين الأكسس لاير والديستريبيوشن بتتم عن طريق أبلينكات، وفي الغالب بتكون فايبر نتيجة للداتا الهائلة اللي بتيجي من اليوزرز، فبالتالي بنقلها عن طريق الفايبر ما بين الأكسس لاير والديستريبيوشن. ولكن الكونكتيفيتي ما بين اليوزرز سواء كان بي سي أو فايب فون او اي بي فونز بتكون عن طريق كابلات العاديه اللي هي اليو تي بي. طيب انا دلوقتي لو عندي اكتر من كابل موجود ومحتاج الكابلز كلها داخله ببعضها، محتاجه اعرف هل انا الكابل من الاند دي واصل بالاند دي، فبستخدم التستر. التستر ده لو انا موجوده في انفايرمنت بيكون فيها الكابلات كتيره جدا، فبالتالي بحط التستر ده. هما بيكونوا عباره عن جزئين، جزء بحطه في الكابل من ناحيه معينه والجزء التاني بحطه من الناحيه التانية، بحيث ان لو
الانفايرومنت اللي احنا احيانا بنشوفها في الداتا سنترز كابلات كتيره جدا اعدادها كبيره، فبالتالي بستخدم التستر. طبعا التستر وانس ان انا واصله على الكابل هو هو من ناحيتين خلاص انا كده تمام، هيديني الارم او اللمبه زي ما هو بيوضح كده. لكن لو انا واصله في كابل تاني، لو انا مثلا بتست كابل من ضمن 100 كابل، محتاج ان انا ابتدي اعمل سويتش ما بين الكابلات وبعضها لحد لما اتاكد ان انا واصله على الكابل الصح، خصوصا لو انا انفايرومنت ان انا بوصل مثلا ما بين تو ديفايسز على الاقل مثلا بينهم كيلو او 2 كيلو او في ادوار مختلفه، ساعتها التسترز ده بيكون هو الحل الامثل ان انا اتاكد من الكابل، مش بس ان انا بستخدمه عشان اعرف نهايه الكابل بتاعتي، انا ممكن اتاكد ان الكابل ده سليم او مش سليم، لانه ممكن في قوارض موجوده تحت الارض ممكن زي الفران او كده ان هي بتاكل الكابلات او الكابل نفسه حصل فيه فولت معين. طبعا بطبيعه الحال انا ما عنديش يو تي بي كيبلز بس، لا انا احيانا بيبقى عندي فايبر كيبلز، فبالتالي بيبقى في تستر برضو خاص بيه. فهنا هو زي ما انتم شايفين هو الكابل موجود في مكان والاند بوينت بتاعته موجوده في مكان تاني ما بين غرفتين، فهو هيتاكد باستخدام التستر ده ان انا واصله على الكابل الصح. لحد دلوقتي انا لسه ما وصلتش، فهو هيبتدي ينقل ما بين الكابلات وبعضها لحد لما يتاكد ان انا واصله على الكابل الصح. فتمام هو كده اتاكد ان عمل التشيك، هيبتدي يعدي على الاربعه ليدز الموجودين في التستر ده لحد لما اتاكد ان انا موجوده او واصله في الكابل الصح. تمام. الجزء اللي انا هتكلم عنه بعد كده خاص ب الفايبر. طبعا الفايبر التعامل معاه مش بيتم عادي طبعا، لانه السيجنال اللي هتتنقل في الفايبر طبعا بتكون اوبتكس او ضوء. طبعا لحام الفايبر في حد ذاته مش بيتم بلحام العادي زي القراجة اللي احنا بنقرج بيها، لا اللحام بتاع الفايبر بيتم باستخدام جهاز، الجهاز ده بيكون ثمنه الى حد ما غالي، مش بيكون متاح عند كل الشركات، بتبقى في شركات مخصوص ان هي بتستخدم في لحام الفايبرز. طبعا هيئه مينا دمياط موفره مكنه اللحام دي على الرغم ان هي غاليه. طبعا الار جي كيبلز اللي عندنا في البيت احنا عارفين الاند بوينت، ولكن الاند بوينت بتاعه الكيبل الفايبر بيكون بالشكل اللي هو واضح في الفيديو ده. وبستخدم ليزر عشان اتست بالكابل هل هو ملحوم صح او لا، عشان اتست برضو الكابل وانا عندي كيبلز كتيره جدا اعرف انا واصله على انهي كابل. اللي بعد كده اللي هو الفاير وولز. الفاير وولز انا اديت اكزامبل او هنت عليها في البدايه لما انا اتكلمت على البروكسي سيرفرز، قلنا ان البروكسي بتاكت كتو فانكشناليتي، ان واحده منهم ان هي النات او نتورك ادريس ترانسليشن ما بين البابليك اي بيز والانسايد اي بي او اللوكال اي بيز، والفانكشن الثانيه ان هي بتاكت از فاير وول. وقلنا ان الفاير وول بتمنع الاتاكس سواء من الانسايد الاوتسايد او العكس، لانه الفاير وولز بتاكت بير بوليسي ما بين اكتر من دي ام سي. الدي ام سي بقدر ان انا اترجمها ببساطه جدا ان هي عباره عن ريجن. فهنا عندي زي ما بيوضح بالرسم ان انا عندي انترنال واكسترنال. الانترنال اللي انا بقدر ريبريزنتها بمجموعه سويتشز كونكتد مع بعض، وفي الاخر الراوتينج ما بينهم بيتم عن طريق راوتر ما، او خلينا نقول الكور سويتش. وبالتالي في الاكسترنال زون انا عندي الفاير وول بتاعتي، سوري الاكسترنال زون اللي هي عندي الريموت سايتس، فبالتالي لازم استخدم مجموعه من الرولز ان انا بكنترول فيها الانتراكشن او كوميونيكيشن بين الانترنال والاكسترنال زون دي باستخدام الفاير وول. الفاير وول ما هو الا ديفايس اشبه الى حد ما كشكل خارجي بالسويتش، ولكن الفانكشناليتي طبعا تختلف كل الاختلاف عن السويتشز والراوترز. طبعا كل الديفايسز اللي انا بتكلم عليها سواء سويتش او راوتر او هاب او كور او ديستريبيوشن او كل دي موجوده في الداتا سنتر. خلينا نشوف الفانكشناليتي بتاعه الفاير وول. عندي مجموعه من الباكتس بيحصل لها فلتريشنز، باكت بيحصل لها انيبل بيرميت او بيسمح لها ان هي تمر، وباكت تانية مش بتقدر ان هي تمر بالفاير وول لان انا عندي رول بتمنع الباكت دي ان هي تعدي. في باكت كمان او رولز بتسمح للباكت ان هي تعدي لليوزر معين واليوزر التاني لا، باكتس تسمح لسيرفيس اليوزر ان هو يكلم ويب سايت معين والويب سايت التاني لا،
باكت بتسمح الباكت مسموح ليها مثلا او يوزر مسموح ليه ان هو يكلم بريت معين والريت التاني لا. فانا عندي الاتاكس ممكن تكون بيتخفف في باكت معينه معمول له انكابسوليشن جوه باكت معينه وبالتالي يقدر يدخل يعمل كوارث عندي في الشبكه. فبالتالي الفايروول ده لازم واساسي is a must to be existed in our environment. تمام. الاتاكس ده ممكن هو زي ما احنا سمعنا قريب عن الواناكراي. فالواناكراي ده عمل كوارث بسبب انه كان فيروس جديد ولسه مش معروف السكيما بتاعته مش معروفة. فبالتالي الفايروول عملت له ديتكشن على انه هو باكت عادية فسمحت له انه هو يدخل جوه الانفايرومنت بتاعتي. الانفايرومنت بتاعتي اشبه بما يكون زي مثلا زي ما توضح هنا في الرسمة من معناها الحرفي انه الفايروول بتاكت ازا as an isolation wall between two networks. ممكن two networks دول يكون internal و external او حتى ممكن يكونوا الزونز دي موجودين within ال internal. يعني بمعنى ان انا بقدر isolate VLAN عن VLAN. يعني ممكن الاثنين يكونوا في نفس ال environment. تمام. في باكتس بقدر ان انا برمتها بعملها برمت وفي باكتس بقدر ان انا اعملها بلوك. فايروول رولز ما هي الا جاست اقدر ان ريبريزنت تيبل. التيبل ده بيكون فيه سورس وفيه ديستنيشن وفيه الالاود بورتس وفيه الالاود سيرفيسز وفيه الاكشن. الاكشن هم الاو او ديناي. فبالتالي اي فايروول بتمشي على الرولز دي او البوليسز دي. البوليسز دي بيكون جايه منين ورايحه فين. الاكشن الاي بي ادرس البروتوكول الديستنيشن البورت. فبالتالي اي فايروول ملهاش اي معنى بدون الفايروول بوليسز دي. الرولز دي ممكن انا اديت فيها في اي وقت بيزد على الادمنستريتور او النتورك ادمنستريتور بيزد على الانفايرومنت. ممكن انا افتحها بس عشان يحصل ابديت معين وبعدين ارجع اقفلها تاني. ميبي ان انا بعمل بفتحها عشان اعمل بنتريشن تيست. بنتريشن تيست ده تجربة اختراق انا اللي بعملها بس بتكون اوثنتيك يعني حميدة. ان انا بعملها بس عشان اقدر اشوف اي باجز عندي موجوده في الفايروول. زي ما يكون بعمل برنامج البرنامج ده بعمله في الاخر بعمله تيست. التيست عشان اشوف الباجز الموجوده في الكود عندي فين. زي بالظبط زي ما اكون بعمل في الفايروول. الفايروول رولز بتبيست على الـ كمان ممكن اعملها بيست على الكوتا. الكوتا بمعنى ان انا برمت اليوزر ده ان هو يطلع بكوتا معينه زي ما يكون باندويث معين. يطلع مثلا الكوتا بتاعته زي البيت بالظبط ان انا 140 جيجا. وانس ان هو يعني تخطى الليمت بتاعته اكسيد الليمت بتاعته اقدر ان انا اعمل الاكشن بتاعي ان انا سي اقلل السرعه اعملها سي مثلا 512 زي اللي بيحصل في السيرفيس بروفايدرز او ان انا بلوك اليوزر ده تماما. ممكن اقفل اليوتيوب مثلا وافتح له او برميت الويب سايتس الثانيه على حسب الاكشن اللي بشوفه مناسب لل. الفايروول دي بتبقى زي ما انا قلت في البدايه بيزد على اليوزر. فبالتالي اليوزر ده ليه بريفيليجز غير اليوزر البريفيليجز اللي انا بسمح بيها لليوزر التاني. كمان اليوزر نفسه او الكمبيوتر نفسه بيبقى فيه فايروول فده مستوى حمايه ثالث كمان. ده غير الانتي فايروس اللي اجباري لازم الادمنستريتور بيكون منزلها على البي سيز الخاصه باليوزرز.